قصة ولا قصيدة من اختيارك؟ الله يطول عمرك يا ابو سعود. اليوم الجو زين وجودكم واللوكيشن مختلف وقهوتنا اليوم طيبة، الله لا يهين اخويانا اللي خلف الكواليس صراحة. واذكر منها قصيدة في القهوة، وهي من اجمل القصائد واروعها في الشعر النبطي. يا سلام. تتعلق بالقهوة للشاعر الكبير عبد الله بن عون. يا سلام. اللي يقول مع هجعة اللي يختفون اول الليل، يا سلام، والغايبة دايم يغيبون معها. طيب طيب. النفس تاقت للسمر والتعاليل، والعين أشوف النوم خالف سنعها، وطاب الجلوس بجانب النار يشعيل، وحط الحطب في ترعة من تراح. صراحة. ولي أستوى للجمر فيها دحاميل، وقبل توهجها وقفى ولح، أدرج على المحماس من غير تعجيل، بري تندوب اليماني قطعها، أول قطاف سفوح شملة زديل، اللي جدا حوم الوحش عن فرحها، شمني ساقيها السحاب بهماليل، اللي يتحدر سيلها ما تلعها، وترى لحمستها نظام دولين، وشريعتي يمشى بثر من شرحها، أول بدايتها مدافع مخاليل، ومسرى جماميل نبغالي يسلعها، وسوق كما سوق الجمال المحاميل، لازال حمو النار ما قد لذعها، ولي تطلق من شذاها زعاجيل، وبشت عرق واللون الأشقر لذعها، فالحال سهلها عن النار تسهيل، حتى لظل محماس ما يدلعها. ومن عقب ميلها على النجر تميل، جذاب روس القوم من تجعها، عوايد الله من على سالف الجيل، ما هي حديثة تونا نبتدعها، ومن يوم تنعمها في دوك الدعابيل، فوقصها باللون الربيب تهزعها، ومن يوم تنعمها في دوك الدعابيل، فوقصها باللون الربيب تهزعها، واضبط يا سلمى لها بالمكاييل، ضبط الخبير لصنعة مخترعها، وخلها ومن يوم تقطع خلها مثل ما قيل، ترخي على هدف السبيل مخذعها، مبهار تذعر بغالة التشاكيل، طب العماس اللي يتيسر تبعها، صفرا كما القنديل حسنة تعزيل، من صنعة الرسلان الأول صنعها، من صنعة الرسلان الأول صنعها، لدار هلي يعتني بالمعاميد، وفاحت بالفنجال الأول ردعها، وفيها تساوت خنة البن والهيل، والنفس دافعها على هدفها. سلام. سلام. الله سلام. صب لي يا شعيل منها فناجين. هلا هلا. على سنة ضوّنت هذا ولع. هلا هلا. أظنها يا مال طول التماهيل تقلعها، مو يتشاء ربي يقلع. صح لسانك وبيض الله وجهك، اختيار موفق. الله يوفقك. الله يرحم والديك يا سلام. يصب لك؟ أقول نبي بكرة نصلح القهوة على الهواء فيها. تم. ها؟ أبرك العزام. أبو سليمان. لبيتي منى. الله يطول عمرك.